شكل اللقاء التشاوري الذي عقد في بعبدة بدعوة من رئيس الجمهورية ميشيل عون خارطة طريق وخطة عمل لمجلسي النواب والوزراء في المرحلة المقبلة، وذلك عبر النقاط التي تم الاتفاق عليها تحت ما سمي بوثيقة بعبدة 2017. في الشكل نجح الرئيس عون في جمع الأطراف على طاولة واحدة مجددا، فيما لم تعقد أي خلوة ثنائية مع أي من الحاضرين، لا سيما مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وعلى الرغم من التباعد بينه وبين الرئيس عون لم يحصل أي عتاب شخصي، كما سجلت مصافحة بين فرنجي وجعجع وجلسا إلى جانب بعضهما قبل الجلسة. قلنا إذا بتتوجه لنا دعوة من لبي، توجهت لنا دعوة ولبينا، نحن بنعتبر نحن وفخامة الرئيس أصلا يعني ما في شيء شخصي. أما في المضمون فقد بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للرئيس عون، فتح بعدها باب النقاش في الشق الميثاقي المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، وفي البند الأول المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية. فطرح الوزير طلال إرسلان مشكلة النظام بالأساس وقال: نريد أن نعرف هل نحن أمام نظام طائفي أو مدني، فيما دعا الوزير مروان حمادي إلى البدء بما حدده الدستور انطلاقا من الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مشيرا إلى أنه يجب تبريد الأجواء السياسية والانتقال إلى الحديث عن الأمور التي تهم المواطنين. وحول قاعدة العمل الطائفي قدم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عرضا شدد فيه على عدم المس في قاعدة العمل القائمة على التعددية والطائفية، واعتبر أن النظريات شيء والواقع على الأرض شيء آخر، وسأل: لماذا برأيكم بإمكان البرلمان الصمود وحماية نفسه انطلاقا من عمل الطوائف الموجودة فيه؟ ذلك لأن كل المجموعات مطمئنة إلى حاضرها ومستقبلها في لبنان. ثم تحفظ على توقيت طرح بند إلغاء الطائفية السياسية وليس على المبدأ، مقترحا إسقاط الشق السياسي من ورقة العمل والانتقال أيضا إلى المواضيع الحياتية. ورقة العمل رح تشوفوها هلأ، وصار في بعض المناقشات حول منها، ما في شيء يعني استثنائي، جل ما فيه. أنا تحفظت على البند رقم واحد مش لسبب، لأنه بحب يكون جدي بالأشياء بس. وكان جعجع قد وجه كلاما للوزير قانصو حول موضوع التفاوض مع الحكومة السورية في مسألة النازحين السوريين، وسأل: ليش في حكومة في سوريا ونحن ضد التشاور معها لأنه لا يوجد سوى روسيا وإيران وأمريكا وبعض الدول الأخرى؟ الرئيس نبيه بري وافق على طرح جعجع حول التعددية وقال: إذا أردتم البحث في الشق السياسي فلنفعل تبعا للتسلسل المدرج في الدستور، مجلس نواب منتخب على أساس غير طائفي، وبعدها مجلس للشيوخ، ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية. هنا حصل نقاش بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل حول التركيبة التي تحدث بها عن الدستور، مبديا تحفظه على ما جاء حول مجلس الشيوخ. وفيما طلب جميع الحاضرين البحث في الشؤون الاقتصادية والحياتية، ركز رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على هذا الأمر وعلى ضرورة تفعيل العمل الحكومي ووحدة الموقف والتعاون بين جميع الأطراف في هذه المرحلة، وأيد ما جاء في ورقة العمل وقال: نحن كحكومة جاهزون لمتابعة برامجنا الاقتصادية والإصلاحية التي كنا قد بدأنا بها. وفي ظل غياب الكلام عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية، شدد النائب محمد رعد على ضرورة التركيز على الملفات الحيوية التي تهم الناس مثل الكهرباء والمياه والتنقيب عن النفط والغاز. أما النائب بكرة دونيان فاعتبر أن الطائفة الأرمنية مغبونة في التركيبة الحالية، مطالبا بتصحيح الخلل لا سيما في الوظائف العامة. ثم أقر المجتمعون ورقة العمل التي عرضها الرئيس عون والمؤلفة من شقين ميثاقي واقتصادي إصلاحي، وأبرز عناوينها: إقرار اللامركزية الإدارية وأحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي في أقرب وقت ممكن، المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديمقراطي التعددي وبين تصور واضح ومحدد زمنيا لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرج بين تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة، وصولا إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. اعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في حياتنا المؤسساتية العامة. 2. تفعيل الإدارة من خلال إعادة هيكليتها بدءا بإجراء التعيينات. 3. مساعدة القضاء في أدائه تحسينا لاستقلاليته وفعاليته. 4. تفعيل عمل الهيئات الرقابية وجهاز أمن الدولة بتحفيزهم على العمل المكافح للفساد. وخلال اللقاء أثيرت جملة قضايا تتعلق برفض التوطين وضرورة تحريك بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب والمراسيم التي تحتاج إلى تنفيذ، إضافة إلى الضغوطات على لبنان في ظل تداعيات ما يجري في المنطقة وضرورة الانتهاء من موضوع المهجرين.
وضع اللقاء التشاوري النقاط على حروف البنود التي ضمنها في خطته الوطنية للتأكيد على أن الصفحة الماضية قد طويت وأن هناك مرحلة جديدة من التعاون ستفتح بين جميع الأفرقاء للذهاب بلبنان إلى مرحلة من التعاون والشراكة والعمل الوطني. من بعبدة، شهير إدريس، تلفزيون المستقبل.